بسم الله. بالأمثلة إن أنا هشغل بارامتريك، لو أنا مثلا عندي ريكتانجل بسيط اهوت أهو، عايز أبدأ أعمل فيه البارامتريك بتاعه، ممكن أوتوماتيك أقول له أوتو وأسيبه هو بقى يشوف إيه الحاجات الموازية لإيه وحاجات إيه الحاجات العمودية عليه. يعني ممكن مثلا في الشغل عندي أقول له مثلا أنا عايز الحواد دي كلها تبقى موازية لبعض، فأروح مختار أوتو وأبدأ أختار بعض العناصر. تمام، او ممكن اختار المبنى كله بس هياخد وقت التنفيذ لا اكتر ولا اقل. تمام، هو بدأ يشوف كل عنصر موازي لايه بطريقة سهلة وبسيطة. تمام، طيب ممكن برضو من الافكار اللي احنا ممكن نشتغل عليها، لو انا ممكن يكون عندي مثلا سيركل، عندي دورية كده وخلينا نرسم دورية تانية اهيت. تمام، عايز اخليهم الاتنين على نفس المسافة من الخط دوت. اجي هنا عند حاجة بختار اقول له خلي ديت ودي على نفس المسافة من الخط دوت. تمام، فلو خدت ده مثلا وقلت له موف، الاقي التانية برضه بتتحرك زي التانية بالظبط. ماشي، وبرضه أقدر أستخدم الأدوات اللي هي اللينير عشان أعرف ماذا قد إيه. الألايمنت ده بقى دي واحد. ماشي، ممكن نشوف دوت مثلا ايه. تمام، ده ار اي دي 1. ممكن اجي هنا برامتر مانجر واغير المسات ديت، يعني اقول له ده انا عايز مثلا مكتوب هنا 4 خليه مثلا 13. تمام، ودوت خليه برضو 13، ده بقى 13، ده بقى 13. فزي ما انت شايف بتسهل الشغل علينا في الاوتوكاد.